ريهام. ايوه، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تحياتي لحضرتك وللشيخ، وكل سنة وحضرتك طيبين. وانت طيبة حبيبتي. عايز اسأل حضرتك سؤالين بس لفضيلة الشيخ. اول سؤال، لو انا دلوقتي في عند زوجي في الشغل موضوع ان هو ياخد قرض، بس مش بمبلغ كبير، بمبلغ بسيط، مش من البنك مباشرة، بيبقى عن طريق المرتب. فلو هو مثلا محتاج مبلغ بسيط هياخده يعمل بيه حاجة، قالوا له هتاخدها في صورة فيزا، وهتتخصم منك من المرتب كل شهر بقيمة بسيطة عليها فايدة. بصورة فالمعاملة فيزا، دي فيزا بصورة فيزا، ما هو يطلعوا له يسحبها فيزا مرة يعني، ويحطها ويسحب فلوس ويسحب ويقسط. منها بالظبط، يسحب منها ويتخصم بفايدة بقى بعد كده على المدة اللي هتبقى يعني موجودة. تمام. فده الصورة دي جايزة شرعا ولا طب فيها والسؤال شك؟ التاني؟ السؤال التاني، دلوقتي لو احنا بنتعامل مع اشخاص، ايا كانت يعني حاجات اجتماعيه عاديه، الواحد بيبقى واخد النيه لله، يجي مثلا الشخص اللي قدامه يعمل تصرف مش قد التصرف اللي حصل، فيجي الواحد يقول ايه، يزعل، يقول طب انا ما كنتش مستني منه الحاجه دي، او انا ما يعني انا مش عارف ليه عمل معايا كده. تيجي الناس تانية تقول لك لا انت اتعاملت لله، فتنسى بقى اي حاجه، بس الواحد من جواه بيزعل. فده ايه يعني، الواحد يتعامل مع المواقف دي ازاي، وفعلا تبقى لله، ولا يبقى داخل فيها بقى مجاملات وواجبات تمام. وشكرا. شكرا يا ريهام، شكرا على اتصالك. طيب موضوع الفيزا ده فضلت الشيخ، الشركة بتعمل للناس خدمة انها بتعمل لهم فيز يقدروا يسحبوا منها، و انا بالمناسبة عارف الفيزا لو الفلوس اتسددت فيها قبل 56 يوم ميعادها تقريبا، ما بينزلش ما عليها بيزيدش فايدة. عليها فوائد. الكريدت كارد اللي هو انا بروح استخدمه في المشتريات، وبعدين خلال 56 يوم بروح اسدد، احط الفلوس في المكنه او بروح البنك اسدد او يتخصم من حساب البنكي، ده ما فيش ادنى مشكله، ده قرض حسن مفيش ادنى مشكله. لكن ما نستناش لحد 56 يوم ما يعدوا وتنزل فوائد، لان ده شبهه ربا، ده يعتبر قرض ثم جرى نفعا، قرض جرى نفعا على طول ربا النسيئة، ما مفيهاش كلام. طيب، وهل فكره انه بيقول لك انه لو قال لك، لو هو زود عليك من غير ما تبقوا متفقين، يعني لو احنا، انت دلوقتي عارف نظام الفيزا انه انت بتسدد قبل 55 يوم او 56 يوم، اليوم 56 بينزلوا عليك فايده، ده بالاتفاق يعني انه حضرتك انت هتاخد المبلغ ده المفروض تسدده او هتشتري مشتريات، وبالاتفاق انه في فايده هتنزل عليك. يعني في بعض الاراء بتقول ان طالما بالاتفاق يعني، وده يعني زي ما يكون عقد، والعقد شريعه المتعاقدين، انه في من اليوم الكذا هتبتدي تنزل فوائد على المبلغ ده، فده ما يبقاش حرام. لا، ما وصول نسيئه معناها انت عارفه ايه حضرتك؟ النسيئه معناها التاخير. اوكي، اخرني وازيدك، ده صوره موجوده في الفقه الاسلامي زمان كنا ندرسها. ايوه، بس موجودة. هل معناه التأخير أخرني بالاتفاق وأزيدك، مسبق، ولا معناها أيا التأخير؟ كان اتفاق ولا غير اتفاق، لأنه هو أسمع صورة إنه المعاملة. ما هو الربا أصلا في اتفاق، يعني ليس الاتفاق شرطا في أن ترفع الحرمة، ممكن يكون في حرام بالاتفاق برضه. تمام. فبالتالي الاتفاق ما هوش مسوغ أن يرفع الحرمة عن الربا. إحنا بس عشان نكون ناخد بالأحوطيات، لأن منهجنا في الشريعة الإسلامية ومنهج الصالحين وسيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه كان له مقولة في ذلك: كنا ندع 70 بابا في الحرام مخافة أن نقع في باب، كنا ندع 70 بابا من الحلال مخافة أن نقع في باب من الحرام. الإنسان لازم يحتاط لدينه ولعرضه ولأكل الحلال، وده الحمى اللي سيدنا النبي قال لنا عليه: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام، قراع يرعى حول الحمى يوشك ان يقع فيه. يعني واحد واقف بالظبط على شط البحر ممكن يقع، ابعد شويه، خش شويه على الـ على الـ على الـ طب انا على في الحلال. سؤال برضو محيرني في موضوع الفيزا ده، يعني احيانا في ناس بتعمل فيزا وهي عندها في البنك حساب، وعارفه انه الفيزا دي للتسهيل، تسافر بره، تبقى مش هتمشي مثلا ببكاوي في شنطتها ولا في ايديها ولا في كده عشان تصرف، فالفيزا دي للتسهيل يعني الصرف، وبيتسحب اوتوماتيك من الحساب. وفي ناس ما عندهمش فلوس خالص، يعني ما عندهمش حساب خالص،
وبيجيب الفيزا عشان يعني يبقى فيه يكون ميسر له تحت ايده فلوس ومفيش هو اصلا لا يملك فلوس ويجيبها لما يبقى يجيله فلوس يسدد. فهل في ده حرمانيه ولا اطلاق اطلاق؟ ما هو حضرتك اللي عنده حساب في البنك، الحساب في البنك ما عندوش مشكله تمام، لان هو قبل الاجل ما بيجي هم اوتوماتيك على طول بيجيوا بياخدوا من الحساب، مفيش عندنا مشكله خالص. واللي عنده برضه معهوش فلوس وعايز اموره تيسر وداخل على مدارس ورمضان وبعدين بيحاول الفيزا تيسر له امره، مفيش مانع. هدي تسمى قرض حسن، قرض حسن لحد ما يبقى فيه زياده. لما يبقى فيه زياده بنقول بقى ان ده شبهه ربا، وبالتالي احنا لازم نبعد عن ده تماما، نحاول نسدد في 56 يوم الا اذا كان مضطرا. مضطرا يعني في حاجات ضروريه، في حاجات ضروريه هو عملها زي مستشفى، دخل مستشفى ضروري ابنه ولا غيره. وساعات المستشفيات انت عملت حلقه قبل كده في الموضوع حضرتك، المستشفيات احيانا الراجل بطنه مفتوحه وفي وسطه وهو قاعد وهو واقف يقول لك لا هتدفع ولا مش هتدفع. طب هو معهوش بنك نوت دلوقتي، معهوش فلوس دلوقتي، يعمل ايه؟ الفيزا بسرعه بسرعه اسحب علشان طيب معهوش فلوس يسدد خلال 56 يوم. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. جميل يا فضيله الشيخ، ربنا يفتح عليك ويسهلها عليك زي ما بتسهلها على الناس. طيب سؤالها الثاني اللي هو لو عملت حاجه لله والناس يعني ما تنتظرش. سؤال مهم. لازم نعرف ان احنا لما بنعمل حاجه لله يبقى بنعملها لله مش عشان ننتظر احسان الناس او اساءتهم، ودي قوة وده قوة في حد ذاته ان الانسان يعمل حاجة لله وبعدين الرجل المحسن اليه ده يسيء الينا. دي قوة. سيدنا ابو بكر الصديق بينفق على مصطح ابن اثاثة، مصطح ابن اثاثة يتكلم في عرض سيدة عائشة، يندم سيدنا ابو بكر ويقطع عنه نفقه. تنزل الآية الكريمة ولا يأتلي أولي الفضل منكم وسع ان يؤتوا أولي القربى والمساكين فيثني. سيدنا ابو بكر يندم ويرجع تاني ويرجع النفقه ويقول خلاص يا رب انا هرجع النفقه. فدي حد ذاتها قوه. ما كان لله ده ما نندمش ابدا على فعل خير عملناه، حتى لو عملناه للناس ما تستحقش ما نندمش. والنبي عليه الصلاه والسلام بيعلمنا ان ده سبب من اسباب رفع الكروبات ووقايه السوء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام صنائع المعروف تقي من مصارع السوء. صنائع المعروف كل ما الإنسان يعمل معروف أكتر، حتى ولو بيدي المعروف لناس ما تستاهلش، كل ما ربنا سبحانه وتعالى بيقيه مصارع السوء، يسترها معاه في عربية في طريق كان معرض لحادث، يسترها معاه في مؤامرة كان بيتعرض ليها، يسترها معاه في أولاده، في مرض بنته أو ابنه، في أي حاجة. صحيح. فلازم نضع ده في الحسبان، ما نندمش عن فعل خير حتى وإن استفاد منه ناس لا يستحقونه. طيب.